شو هذا؟ السلام عليكم، انا ران وانا جودي من قناه داداتيز. مثل ما شايفين انا لابسه لون زهري وانا لابسه ازرق، لانه راح نقضي يوم كامل باللون الزهري والازرق. اول شيء انا حاطه مناكير زهري، انا متحمسه ماسكته من هلا. هي طبعا حطت اي شادو ازرق وخلصت، انا راح احط هلا اي شادو لونه بينك، والحمره تبعي لونه بينك اوريدي. هذا هو الاي لاينر لونه بينك بينك، يعني شوفوا نفس لون الكنزه. واو، انا لون حتى البينك نفس لون الكنزه. ها شوف، حاطه حمره لونه بينك، وهذا اسمه غش. اليوم الموضوع تحدي بيني وبين رند، يعني انتوا لازم تصوتوا مين احسن. خلاص يلا خلينا نروح هلا ناكل شيء لونه بينك. مستعدين تروحوا معنا؟ ولونا ازرق كمان. ويت ويت ويت، خليني احط اغاني. بمبي بمبي بمبي. اول شيء لبستك، ثاني شيء الغنيه. يلا هلا لازم تثبتي لنا حالك، يعني هلا الكيس كان هون اوريدي، لا تغشي. اوكي انا محظوظه، عندك كيس ازرق؟ ها ما عندي. لا عندي وايبس ازرق، كيس شيبس زهري. كيف يطلع اشياء زهريه؟ ها ماسك زهري. خلاص ممكن تسكري الكاميرا و او ماي جاد. انت متاكده ما ضربنا؟ لا ما ضربنا، لاني مركزه بالكاميرا. سكري الكاميرا، خلينا نوصل ونصور. باي. جينا على محل دونات ولقينا بس شيء واحد عندهم لونه بينك، هذا هو. شو شعورك انه ما في ولا شيء لك؟ حلاوه وحده زرقاء، حروح دور وبرجع لك. دورنا بكل محل على دونات زرقاء بس ما لقينا. اخر شيء بالسوبر ماركت اصلا ما بدي دونات. جبنا اكلنا، هذا اول شيء رح ناكله بينك وازرق. شو حنعمل هلا؟ نروح على السوبر ماركت ورح نعمل تحدي دقيقة كاملة تشتري اللي بدك يا ازرق وانا اشتري اللي بدي يا بينك. وصلنا على السوبر ماركت ورح نعمل تحدي دقيقة لكل وحدة بيناتها، لانه تاخذ كل شيء بدها اياه، انا من اللون الزهري وهي من اللون الازرق. بس نسيت ورجيكم على شيء كثير مهم، واللي هو الكفر الزهري والدهر اللي بدنا جبتيه. شفتوا بالسيارة؟ هذا تليفوني لليوم. من وين شفتيه؟ والله شفته بالتابلو تبع السيارة من قدام. كيف؟ من وين هذا؟ ما بعرف. مو بس الموبايل لونه بينك، حتى شو؟ شوفوا القوة، ما في أشياء لونها بينك زيادة، على فكرة طلعوا كله أزرق بأزرق. قررنا شيء اللي هو أنا رح أشتري كل الأشياء اللي هي بتاخذهم اللي لونهم أزرق، وأنا حأشتري الأشياء الزهرية اللي هي بتاخذهم، فيعني اللي بيربح هو اللي بياخذ الأشياء الأكثر. واضح إنك أنت رح تربح، لأنه مثل ما شفتوا ما في أشياء بينك أبداً بالسوبر ماركت، كله أزرق. يا علينا يا علينا على هذا الموبايل. يا خجدي هذا اكيد للعالم. ارجعي رح نبدا فيك. مستعدة؟ يلا رح خليك تخسري. واحد اثنين ثلاثة. شو هذا الشيء؟ انت حبيبتي عملتي سكيب لكل هذا. قولي كان في زهرة؟ ايه كان في زهرة، اكيد في زهرة. طلع يمين يسار يمين يسار. شو؟ تلاقي كل هالاشياء الزهرية. ها والله في. شوفي امتلت السلة اوريدي. في جبنة هون. انت ليه عم تغششيني؟ شوفي كمان. شوفوا السلة كيف صارت كلها زهرية. ايس كريم. قد ايه ضل معك؟ معك 15 سنة. لا حبيبتي ما فيك تعبي هيك. لا فيني اكيد. عم تمزحي. خمس ثواني. اخر شغله فيك تاخذيها. ما بتحبي الحليب اصلا. شو عملتي؟ خلص الوقت. شو عملتي بالارض؟ او ماي جاد، هي انا. او ماي جاد. ما فيك تاخذيهم هيك. فيني اخذه. لا ايه خلينا نحسبهم هلا. بس هدول بدي اخذ كمان شوي. لا مستعدة ولا لا؟ اوكي خلينا نشوف. بلشت. خلتي يبقى كل شيء. يا كثير اشياء زرقاء. يا خلي مستحيل. يا ريت اخترت اللون الازرق. انا ليه اخترت اللون بين؟ ازرق. على فكرة انت كثير بطيئة وباقي بس 43 ثانية. لونه بينك.
لا لا وات قلت لكم تقولوا ازرق يا ام طيبتي باقي بس 30 ثانيه بس 30 ثانيه اذا ما لحقتي مشكله روح روح هديك الجهه روح هديك ما بعرف شو هذا الشيء 20 ثانيه بس كل شيء ازرق يا نسيت انه البراند كله ازرق جودي بس 10 ثواني طلعوا بس 10 ثواني واو 3 ثواني خلصنا خلصتي رجعوا خلصت تعرفين اخذ شيء زياده شوفوا الفرق بيني وبينه لا ماني عم صدق او ماي جاد ماني عم صدق ابدا هي السله الاولى هلا راح نحاسب عليها هي لقيتي بتحاسبي عليها الحساب 130 عليكم بلشنا بالسلة تبعيتي خلينا نشوف قد ايش حيطلع لا مستحيل هي فاتورة تبع راند وهي هي فاتورة تبعيتي شوفوا انا اكثر اشياء بس هي طلع الحساب اكثر بس ب 8 دراهم طلعنا من السوبر ماركت وهلا رح نجرب معكم الاشياء اللي بنقدر نجربها بالسيارة واو 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 جربنا كل الطرق لتفتح علبة الغزلة اللي لونها بينك وما عم يمشي ولا شيء او ماي جاد الجمال شوف 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 احلاها الشيء اللي بعده هو بينك جوافة ايس كريم ما بعرف شو هاد بالضبط بس قريت انه هذا مي المفروض بيعود نقص المي عندكم بالجسم يا سلام اللون خطير والله العظيم شو هذا الشيء طيبة الشيء اللي بعده هو هذا الشيبس ولا مرة اكل منه هاي وانا عندي هاي الله شوكولات رح جرب هلا كيت كات رازبري ولا مرة جربته من قبل وانا تويست عن جد فيها طعمة رازبري جوا انا مخلية احلى شيء لاخر شيء كان عندي شغلتين لا كوكونات ما فيها كثير طعمة لا فيها طعمة هذا اخر شيء عندي دانس طرية صار الليل شوفوا ما احلى السما وصلنا لاخر هذا اليوم عتمت الدنيا واذن المغرب هلا بدنا ناكل شو ايس كريم شوف المي تبعهم لونه زهر وازرق اوه شو رايك فيها؟ شو فيها؟ مرة؟ أظن فيها كوكونات كمان مرة شو حظك مع الكوكونات اليوم؟ ما بعرف ما طيبة هلا رح جرب الايس كريم تبعي صراحة شكله كتير حلو فيها فريز وهيك حسيت اليوم انه هي اللي ربحت الصراحة ليش؟ يعني انت كان في اغراض اكثر ازرق الك بس كله اشياء اطيب كانت لهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا قولوا لنا بالكومنت مين فاز اللون الزهري ولا اللون الازرق كمان تعالوا عندنا الانستغرام لانه هنيك نزلنا لكم كل شيء وراء الكواليس حرفيا كل شيء واعملوا لنا سبسكرايب بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي موجود تحت بنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام